علاش تبدلت لابو ظبي؟ بدلت لابو ظبي، انا كنت في دبي، موجود في دبي الرياضيه، نوجه التحيه لاصحابي الكل اللي غاديك مازالوا. وجيت وقتها في ابو ظبي الرياضيه، فما عندهم خذاو حقوق نتاع تصفيات كاس العالم 2018 ولا 16 2016 تصفيات كاس العالم 2016 2016 كاس العالم نو 2016 باهي مش مشكل هذا 2018 يا ربي و2016 الجوز اولمبيك صحيح انت صح مني انت صح مني 2018 خاطر نعرف روحي من المهم تاعي تعب الحق قلت باز انا غلط لا انا اكثر منك وليت والله حتى انا وليت ننسى وليت يا ولدي حسيلو خذوا ابو ظبي خذت تصفيات كاس العالم 2018 وكاس امم اوروبا سيتي ان 2014 التحقت بهم في اكتوبر كلموك تجي قلت لهم نجي ولا كيفاش حكاو معايا يعني المدير زميل سابق يعني نوجه له كل التحيه كان معنا مذيع في دبي الرياضيه وحاليا هو مديرنا في ابو ظبي الرياضيه يعقوب السعدي وكلمني و في دبي كانوا متفاهمين معناها صعيبه كانت شويه خاطر عشره اما الحمد لله كوني قعدت في الامارات عائلتي تعودوا على الامارات انا تعودت بالبرشا على الامارات الحمد لله يعني كانت فيها منافسه مع حسني الزغدودي منافسه في الخدمه اكيد كما اي بلاصه لازم فيها منافسه باش تحسن من روحك صحيح علاقتك به كيفاش قابلنا عندنا جمعتين ولا ثلاثه تصفيات كاس العالم في صارت في دبي المجموعة اللي احتضنتها الإمارات وضحكنا برشا صحاب انتو حسن الحمد لله ما جاوكش عروض من بين سبور نو بتاتا نو مرة في الجزيرة وقتها 2005 الأخبار الرياضية نو الجزيرة سبور نو غريبة شوية ولا ممكن فما حاجة خليتكم ما يخموش في كلمة هوني الحمد لله أنا ساتيسفي بالكارير نتاعي توا الحمد لله قلت لك يعني كان في تجي حاجه ما خير اما لا انا توا الحمد لله حسني قال طلبوني انا قلت لا انت علاش لا؟ انا قلت لك انا ما نحبش الحمد لله انا خدمت في دبي الرياضيه وخدمت في ابو ظبي الرياضيه ما زلت في ابو ظبي الرياضيه فرحان برشا هذوما زوز يعني قناتين تعتبر من بين الافضل في العالم العربي اما المهم اوكي متفاهمين كريم في هذا لكن المهم اكيد حقوق البث المقابلات هم اللي خلوك بين اليوم قناه الاولى انا معك الحمد لله هاني قلت لك انا ساتيسفايد الحمد لله الحمد لله نتاعك حاسها وراها مخبيه حاجه نو هاني قلت لك باش نقول احنا واحد يتمنى باش يعمل بطولات كبيره يتمنى هاني قلت لك جات الفرصه بوندسليغا وقبلها شامبيون نتاع فرنسا زاد في دبي وقبلها زاد شامبيون نتاع خلينا مره وقتها الكاس كوب انتر كونتيننتال ودبي كانت تعدي حتى الماتشات نتاع الليغا الاسبانيه بعد نهارين تتعدى على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات اول ماتش انتر كونتيننتال فريق من باراغواي وريال مدريد اون 2003 دبي الرياضيه وانا كنت المذيع في الاستوديو كريم ستايل الخاص اللي عملته كيف جاء فما برشا تو يميل على التقليد تحس حتى في التعليق انت ستايل نتاعك جاء وحده ما عند ربي ولا خدمت عليه ولا فما شكون نصحك ولا عاونك ولا ساق لك الموهبه هذه كيفاش نسمع برشا معايا معناها فما اون براند نتاعك ستايل نتاعك الحمد لله نسمع برشا اسلام وهاني قلت لك الحاجه اللي كنت مركز عليها برشا ملي انا صغير هي الاسامي نتاع ليكيبات والاسامي نتاع الجوارات والهيستوريك نتاع الجوارات خاصة الأسامي يعني الحاجة بوتيتر اللي خلتني يعني ممكن الناس ديما في 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 وذنها يعني هكا الاسم بوتيتر ما هاني قلت الصوت زاد الصوت والطريقة الإلقاء والتركيز مع الأسامي مهما كانت الناسيوناليتي نتاع الملاعبي مش داخل في المعرفه اكثر هذا من 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 الستايل والشخصيه وكيفاش ممكن هاني قلت لك كنت ديما نركز كي نسمع الالمان كيفاش ينطقوا اسامي جواراتهم كنت حتى كي يبدا ثم شك نكلم عمي اللي عايش غادي ولا نكلم صديق لي يبدا عايش غادي وش يقول لي اسم جوار في مونشن جلادباخ وقتها ليبوك ايشنر ولا ايخنر كيفاش ننطقوه باش نحب نكون روحي صحيح مش على قبل ما ليك انت لينا مغروم ياسر على خاطر ما هاني قلت لك نحاول باش نكون مميز في النقطه هذيك باهي كريم ظهر لي ناس كل تعرف اللي انت مكشخ اليوم اي ولا بيان سور
انت من الاعلاميين القليل تقريبا، مش القليل، فما شكون يختار هكا شكون هكا، انت تختار انك تقول انك مكشخ، ما تشوفش لو كان جيت تخدم في تونس هذا ما تقولوش معناها. صحيح، راني بوتيتر خبيت على خاطر هاني نشوف يعني ما فماش يعني ما نحبش ما في تونس ياسر ولا يعني تهجم برشا، كل واحد عنده جمعيه يحبها. اما يا سيدي اخدم على روحك وحب جمعيتك. يعني ما نجمش نكون فما في برشا بعض الزملاء ساعات ينساش يروحوا. ولا حتى انا كان ننسى روحي نحب الناس تقول لي، اما انا الحمد لله ان شاء الله ما نكون عمري ما كنت منسيت روحي، جات فرص قليله باش نكون فيها مع الترجي. اما الخدمه خدمه يا سيدي، مره 2005 النهائي نتاع ترجي وجرجيس، يعني تدخل على اليوتيوب صوت المعلق والفرحة الكبيرة والقوة، والواحد وقتها بالبونتو متاع جرجيس اللي كان عالمي العبد لله هنا علق عليه الغرياني. الغرياني وحتى في البونتو بوزوميت بوزوميت أنا في الكابينة متاع التعليق وقتها والإسبيرانس قوية وقتها، ووقتها نعلق سيرونتين باش نخرج من الإكران خاطر البونتو الأول وبونتو الثاني قوي ياسر الجرجيس، وقتها زاد يستحقوا التتويج نتاعهم الاسبيرانس برشا فرص، وكان ماركات كانت قاعده تلعب لليوم راهي ما ماركاتش ماهيش كاتبه. اما انا في داخلي وقتها كنت متالم كونه الاسبيرانس قدام ميكرو تنحي الميول، تخدم على روحك تخدم على روحك. انا عرفت جمعيتي وقتها ماهيش باش تربح. باهي خلاص لك على الترجي، كيف تشوفها اليوم؟ ترجي في مرحله دقيقه جدا، وكما تعودنا ان شاء الله باش ان شاء الله باش تعديها، خاطر هذه بيريود ترانزيتوار و لا ترانزيسيون كانت من عامين التالي توا كهو يعني اوكي العام اللي تعدى عملنا كارد يعني عمل الترجي كارد فينال سنة دومي فينال ان شاء الله الترجي تبني فريق فريق على اسس اكثر للمستقبل. الاهلي كان اقوى من الترجي. اي نعم الاهلي اقوى من الترجي في شو تلعب بالماتش ملاعبيه مدرب شخصيه. انا تفرجت نهار السبت نزلت كي وصلت مشيت نتفرج وكان عندي امل. ترجي خاسره 3 موسيماني هبط زوز ثلاثة اتاكونات حب يربح كارتون. يعني هذا شنو نحب ونقدر في اي مدرب. هو كريم انا كنت حاضر في الكونفرنس بعد الماتش سالته موسيماني قلت له ربح ثلاثة بلاش ما تستحفظ على السكور قال لي انا شد اللعبه قال لي علاش باش نوخر كيف اللي قدامي ما يشوجع فيه زيد وقت. انا يا اسلام راهو اخواتنا في مصر يعني جمعه كامله موسيماني شنو هو قلت الهوه السيد هذا اوكي جاي ربح الترجي في تونس واحد بلاش بلا فما ممكن كل شيء ممكن. هذه ترجي هذا فريق كبير زاد هذه الوان هذه كراو بديت بالباهي ترجي الماتش ايكيب كبيره عندها فما شخصيه نجم فيها اسلام راهو الاسبيرانس هي الوحيده تو نحكيو بشكل عام هي الوحيده اللي في 10 سنين تفرح في بلاد كامله من 2011 لتوا الاوضاع كلها سبب وان شاء الله تتحسن. نتمنى بلادي تكون خير على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد الفرحه الى جانب الامور الاخرى ما نحبش نهملها. ثم رياضات اخرى ورياضات فرديه وفرق اخرى ورياضات جماعيه في الكوره الاسبيرانس هي اللي تقارع لك في الهدوم الكبار مع الزمالك مع الاهلي مع الهلال السعودي مع العين الاماراتي تهبط لك للافريك شكون اخر؟ مع الطرح اللي يقول معين يزيه اليوم نوجه له كل تحيه على الخدمه اللي عملها الكل باش تقعد مسيرته تاريخيه مع الترجي دو تشامبيونز ليج في 6 اشهر حتى حد ما عملهم وصعيب كان حد اخر باش يعملهم على الاقل في 10 20 سنه 30 سنه الجايه اعتقد كونه جاء الوقت ممكن اني كهو بوتيتر تبديل السروش فيه راحه للناس الكل. باش الناس تحكي على معلول تحكي على جرده تحكي على فوزي بنزرتي عمر سويح باتريس كارتون شكون تشوف انت الاسم رؤيتك شكون مع شكون؟ هو هذوما كل اسامي مميزه في عالم التدريب. انا جعايدي ايضا صديق نوجه له كل التحيه والاخرين كلهم زاد اللي ذكرتهم تعليقتي بهم طيبه. ما انا نتمنى يكون مدرب اترانجي نحب لا ريغور الانضباط نتاع مدرب اجنبي يقول لك لا الاجنبي يحب الوقت باش اجنبي الصف الاول تحبهم برشا فلوس ثم اجانب صغار متعطشين باش يبرزوا وما ثماش خير من فرق كبيره في شمال افريقيا كيما الترجي وكيما الزمالك وكيما الوداد وكيما الرجاء وكيما الاهلي ولو انه
الفرق هذه تدفع اكثر من الاسبيرانس. باهي تبع المشهد الرياضي، تبع الاعلام الرياضي اليوم في تونس كريم، نتبع برامج كل تفرج فيهم، نتبع اكثر شيء نتبع خاطر ما نتبع نشوف يعني كل نهار حد نشوف شنو الترجي شعامله يعني شنو صاير برجوع كان ترجي تشوف اي نتبع اي 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 نتبع. باهي ايش قالك في الاحد الرياضي نسخه معز بولحي؟ حاول يعمل حاجه جديده وفرحت له كي شد لحد الرياضي وكلمته وشجعته ومن بعد زاد طلعت معاه عندي نذكر مره ذهليه اي طلعت معاه اي خاطر انا وياه اصدقاء وبدا قبله في كان الفانتيان ما علاقتنا طيبه حتى خارج اسوار التلفزه والخدمه وكل شيء وحتى بعد كي غادر زاد حكيت انا وياه والحمد لله انا فرحان كونه واصل مسيرته توا. طريقه الخروج نتاع معز كريم شنو رايك انت؟ فما شكون يقول لا نستحضوا على كما يقولوا الكويزين انترن نتاعنا، فما شكون يقول لا معز معاه حق ولازمو يقول الحاجات هذيك باش نصلحوا. انت مع انا وترح ما نعرفش وسام اسلام ما نعرفش اونيتمون يعني نعرفك تحب تدخل بيا للغريق ما تعرفش ولا تحافظ على الاجابه؟ لا نتحافظ على الاجابه شنو اسمعني هو اللي نسالك بعد في الاوف نحكي معز هو اللي عاش الوضعيه والفريق العامل معاه الكل هما اللي كانوا مع بعضهم يعني ما عارفش شنو اللي صار بالضبط يعني انا ما كنتش عايش معاهم فهمت وتوا هك تشوف يعني شنو اللي هك كل واحد يشق في طريقه وكهو ربي يعين الناس الكلنا باه تبع قيت البرامج التاسعه مثلا اي عادل زاده صاحبي يعني صديق نوجه له تحيه اصلا ماذا بينا هنا ما تحكيش صاحبي نحب نوجه له تحيه على خاطر عادل كنت وقتها نستضيفه في نسمه صباح يذكرني بالايام الخوالي فهمت وقت نجيبه كجورناليست باش نحكيه على الرياضات الفرديه على تحضيراتنا على خاطر لانه عادل كان وقتها ملم من بين الصحف ديما نجيب صحافي جورناليست فهمت على ذاك من وقتها بنيت العلاقه هذه والحمد لله خاطر مش ماكس موضوع في تقييمك باش تكون نعم لا لا لا, لا قول لي شنو تحب قول لي شنو رايك في نسخه عادل ناجحة بما أنه أكثر حاجة مشاهدة ولو أنه عندي تحفظات على الشيء اللي قاعد يتقال أحيانا في حق بعض الأشخاص أو في حق بعض الأندية. أعطيني مثال. برشا مرات ما كانوش منصفين في حق بعض الاسم. اسمعني أنا نتبع في الترجي وقتها ساعات نتفرج في التليفون نقعد باهت في التحاليل الفنية يعني على ماتشوات الاسبيرانس وفما حد يضرب يعني على مصالح الترجي في الاستوديو هذوك فهمت نعرف كونه الانديه الكبيره هذه راهو صعيب باش ترضي جماهيرها ما انا نحكي لك راهو بشكل موضوعي ما غير ما نحكي لا تعصب ولا شيء فما ناس من الحاضرين يعني كلام مش منطقي يتقال ساعات اعطيني مثال برشا حاجات تحكي توا عموميات اعطيني مثال يا اسلام فما حاجات راهو تعرف انت زاده انت تعرفني علاش قاعد نحكي بوتيتر اما ليه عادل نحكي على موضوع شابه شبيه ولا ليه ليه نحكي انا قلت لك انا نحكي اسمعني شاب ان شاء الله توصل تاخذ حقها والناس الكل ان شاء الله نتعداو هالزوبعه هذه على